نعاود لكم القصه ديال الفيلم. في اللقطه الاولى انا كنكون كناكل البيتزا ديالي، وبابا زعما كيكون كيقرا جريده يشرب القهوه. بعد انا حيا نجي نكمل امسح هيدا الطقمي، بعد نمشي نوشوش نقولو شي حاجه في ودنو ياك، ومن بعد نحيد ديك باكيات الكارو اللي عنده في الجيم. بعد نقول انا داخله الطواليت، بعد ندخل الطواليت عيقولي زعما ندخل نعاود لك ديجا نقولو لا، بعد نشد الباب، وبعد انا زعما نشبر ديك باكيات الكارو نشبرها ونرميها في ديك لاشاس ونكب عليها الماء. ومن بعد كان كيشوف نخرج، بعد نجبد ديك الورقه ديك هذا ديالي اللي كانت عند هناك الكاطب ديالي، ومن بعد نجيب ديك الباكيات الكارو نعملها فيها، ومن بعد هو كيعاود لي زعما حوايجي وانا نردها في البلاصه ديالي. انا اسمي نرجس لانطوطي، انا مخرجة الفيلم. دابا هاد اللحظه اللي عملناها زعما خوتي، لا تقول الراي ديالك وانت اللي مخرج ماشي انا.